السلام عليكم إليكم جوائز حفل الكرة الدابية لسنة 2023 جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم فاز بها الأرجنتيني ميليانو مارتينيز جائزة أفضل لاعب شاب تحت واحد وعشرون سنة فاز بها الإنجليزي جود بيلينغهام جائزة سقراطيس لأكثر لاعب قياما بالمشاريع الخيرية فاز بها البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة جيلد مولر لأفضل مهاجم والأكثر تسجيلا للأهداف فاز بها النرويجي إيرلينغ هالاند جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2023 فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في تاريخه فيما احتل النرويجي إيرلينغ هالاند المركز الثاني واحتل الفرنسي كيليان مابابي المركز الثالث